زياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها بدأ التنافس فيما بينها على مسافة الميل مقدار الجائزة 78,000 ريال. جائزة سعد بن هديب يرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقة تبدأ من غزوة في المركز الأول في هذه الأثناء تحديدا، والمتابعة من أدورنا في المركز الثاني. فيجاس بارس تتقدم الآن للمركز الثاني، منافسة قوية وانطلاقة قوية مع هذه البداية الموفقة بمشيئة الله لجميع الأسماء المشاركة. مشاهدين الكرام من الخارج محاولات لأكاديمي بلوز للتقدم، فيجاس بارس في المركز الأول الآن بأكثر من طول عن صاحب المركز الثاني أكاديمي بلوز صاحب الخمسة انتصارات والقادم من الميادين الأمريكية. محاولات في هذه الأثناء من رقم 20 بيتش كرافت بارون للتقدم، وشاهد أيضا محاولات تأتي من بقية الأسماء المشاركة. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، فيجاس بارس تتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، والأمتار 250 الأخيرة. مشاهدين الكرام فيجاس بارس تتقدم، ستيوبت آرت يأتي للمركز الثاني، وفيجاس بارس تتقدم في 100 متر الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذه النتيجة. فيجاس بارس تتقدم تسجل الانتصار الرابع في سجلها السباقي، ما شاء الله تبارك الله.